مرحبا أعزائي، برحب فيكم مجددا على بيروت فريجرنس باشن. كل شخص جديد على القناة بتمنى يعمل سبسكرايب. موضوع حلقتنا اليوم عن عطر مقطوع، ما بقى يتلاقى بسهولة، صعب كتير انه تلاقوه، واذا لقيتوه اكيد بنصحكم تاخدوا هذا العطر. يعني قبل ما بلشكم مراجعة، اللي بلاقي هذا العطر في محل هيك قديم بعد عنده شي حبة، انا اكيد بنصحه ياخدوا لهيدا العطر. والعطر هو بوجاتي بور اوم من شركة بوجاتي. بوجاتي بتعرفوا شركة بتصنع السيارات السريعة مثل اللامبورجيني والفراري، شركة سيارات إيطالية مثل الفراري، عندهم عطور كمان، أو البنتلي، عطور لها علاقة التابعة للسيارات، مرسيدس بنز، كلهم الشركات عندهم عطور. وهيدي البوجاتي كمان عندها عطور. هذا تم إصداره عام 2006 من نوع الأمبر فوجير، ما في عطار، بس إنه من 2006. وأنا كيف اشتريته هذا العطر؟ ما عندي الفول بريزنتيشن، لأن اشتريته تستر، لقيته عند محل سولدري أو بازار أو محل ما بيبيعوا العطور لشركة سوكوديل، اللي هي كانت وكيلته بلبنان. شركة سوكوديل شركة كبيرة، هي وكيلة الباكورابان والبرادا والديور، كل هالعطور هي وكيلتهم، ومن بيناتهم البوغاتي. عندهم محل بيبيعوا فيه القصص الكسر مثل ما بيقولوا. فوقتها كنت بعدني بال2018 بشتري عطور، بشتري هيك لجمع عطور، شفت بزاوية بهالمحل هيدا العطر. هو واحد تاني رح أعمل عنه مراجعة، على فكرة عامل عنه مراجعة باللغة الإنجليزية هذا العطر أول ما بلشت القناة، هلا عم برجع أعمل مراجعة باللغة العربية. لقيته سماكة الغبر عليه، هو وعطر تاني كمان اسمه بيور بلاك، كمان رح أعمل عنه مراجعة قريبا. فأخدته بسعر خيالي. هالبرزنتيشن المفروض يكون له غطاء اسود، عليه علامة البوجاتي. راح احط لكم الفول برزنتيشن على الشاشة كيف بتجي. هيدي الزجاجة بتجي اوضة تواليت 125 ml، في بقلبها اللي هي بتسحب العطر، القسطة اللي بيسحب العطر لونه ازرق، والزجاجة مضلعة فيها وزن، وهيدا السبراير. هون ريشش العطر تقريبا من 8 9 ساعات. هلا بنحكي عن الأداء. قلنا هذا ديسكونتينيو، هذا العطر ما في منه. عطر جميل جدا، ريحة كتير حلوة، في فلفل مع فلفل زهري، برجموت، مندرين، نوتات خضراء. بالوسط عندنا جوزة الطيب، ورق السوسن، يعني مش ورق السوسن، ورق البنفسج، فايولت ليف، ورق البنفسج، الياسمين والورد. وعندنا المسك، تونكا، فانيلا، عنبر، الفيتيفر، نجيل الهند، الباتشولي، وخشب الأرز بالقاعدة. مثل ما قلت لكم عطر، عطر حلو كتير، ما أخذ حقه هذا العطر، ما أخذ حقه. هو من خط عطور الألفية التانية، إذا بدكم هاي العطور اللي طلعت بين سنة 2000 وال 2010، بهال10 سنين هيك هذا ستايل العطور لهالفترة. عطر أنيق جدا، جميل جدا، يصلح للباس الرسمي كما يصلح للعمل بالمكتب، جميع المناسبات. بذكرني هيك شوي بفرساتشي ذا دريمر، هيك بناحية منه تاد لابيدوس بور لوي، بذكرني بهالعطرين. منه بديل لألهم أو شبيه 100% لأنه، بس هيك بذكرني فيهم تذكير. نوصل على الأداء، أداءه رائع هذا العطر، جيد جدا، 7 8 ساعات ثبات، جيد جدا بيكون هذا العطر، مع أول ساعة ونص فواحين فوق المعدل، فالأداء تمام مع إنه أوضة تواليت. فعلا هذا العطر ما أخذ حقه، ما أخذ حقه بين عطور بوجاتي. عشان هيك تم وقف انتاجه، وقف انتاج كتير عطور من بوجاتي، يعني على طول بيعملوا عطر ووقفوا انتاجه. فصول خريف شتاء ربيع ما عدا الصيف، كل السنة ما عدا الصيف ممكن استعمال هذا العطر، او اذا كنتوا بمكان هيك بيئة فيها تكييف
في اير كونديشنينج يعني مكيف فيكم تستعملوه، ما في مشكلة. بالإطراءات جيد جدا كمان، راح تاخدوا عليه إطراءات، وبأسوأ الأحوال يعني راح يكون انطباع جيد وإيجابي من خلال هذا القطر. إذا ما أخدتوا إطراء مباشر راح يكون الانطباع حواليكم جيد جدا. السعر ما له سعر، أنا اشتريته بالبلاش. هذا اشتريته 125 مللي، اشتريته ب 18 دولار. ما بعرف هلا قد ايه عم بينباع بسعر خيالي، اكيد بس شغلة تكون مقطوعة بصيروا يشبهوا فيها سعر. حتى فت حاولت تلاقيه على الاي باي، حتى على الاي باي مش موجود، فما حدا عنده اياه. بعتبر حالي عم بعمل انه انا عندي قطعة نادرة ما في منه. هذا هو، ما له سعر، ما بعرف شو سعره، بس انا اشتريته ب 18 دولار هذا التستر بال2000، سنة 2018. هذا هو اذا بوجاتي بورقوم، يلي بيلاقي منه هذا القطر ياخده من دون ما يفكر فيه ياخده. اوكي، بتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تتابعوني، تعملوا سبسكرايب، نشوفكم فيديوهات جديدة.